مصر الآن غير مصر السابق. أه. مصر مصر أمنا كلنا يعني. أي. بس مصر الآن مصر مديونة، ومصر تطلب اللونز من أضعف الدول، فهمت كيف؟ ولذلك مصر الآن لابد أن تنصلح أحوالها، وليس من الحكمة أبدا الاتكاء على حليف فيه هذه الأزمات الداخلية. نعم. ولذلك أنا ألح نعم. أنه لابد هذا الملف يعني نتعامل معاه بوضوح. ملف مصر، ملف السيسي وليس مصر. آه. يعني مصر أمنا كلنا. أي. لكن أنا أتكلم عن السيسي. نعم. هذا رجل يعني قدح الشرعية وأسقط الشرعية. نعم. وتعامل مع الشعب المصري كما نشاهد بشكل غير مناسب على أقل تعبير يعني. نعم. فهمت كيف؟ ولذلك أنا أقول بأنه ما أدري شنو اللي يعني ساحر دول التعاون في هذه الصلة. نعم. مع السيسي. ينبغي أن نعرف أن التاريخ دول. نعم. والأيام دول. هو من باب المحافظة على تماسك مصر والوحدة الداخلية وأيضا وجيش مصر كان يعني كانت هذه أنه نحافظ على جيش مصر من أن لا يتفكك. جيش مصر لم ولن يتفكك إلا بالطريقة هذه. يعني هذه الطريقة في إقحام الجيش في الحياة السياسية والحياة المدنية وإدارة المشهد السياسي الداخلي كما هو حاصل، هذه هي نهاية الجيش المصري. الجيش المصري يجب أن يعود إلى أيام عبد الناصر يا دكتور. لا أيام عبد الناصر وبعد السادات وبعد حسني مبارك. ليس من كان يحكم مصر إلا العسكر. لا هذا صحيح، هذا صحيح على مستوى المحافظات وعلى مستوى محافظ وعلى مستوى وزير على مستوى، لكن ليس على مستوى الشارع. يعني الآن الجيش يعني بين يوم وليلة وضحاها ينزل بدباباته وبمجنزراته حتى في قرى الصعيد. هذا لم يحدث في أيام عبد الناصر، ولم يحدث حتى أيام السادات، ولم يلجأ إليه حسني مبارك. يعني هؤلاء كلهم عسكر صحيح، لكنهم كان عندهم شيء من الأفق السياسي. يعني وبالأخص السادات، أنا أعتقد بأن السادات هذا كان عبقرية مصرية، ولكن لم يستفد منها كما يعني كما ينبغي. يعني كان ممكن مصر تستفيد من عهده وعصره، ولكن يعني مصر أيضا يعني هنا صديقك راشد الغنوشي طرح في مؤخرا مشروعا ونشرته صحيفة المصريون يقضي بأن يعني تبادر المملكة الملك سلمان تحديدا وأيضا دول الخليج في قضية أنه يعني إقناع السيسي وأيضا الإخوان بعودة مرسي ليوم واحد بس يعود حتى تعود الشرعية طبعا رمزية التي تقول بها، ثم يقدم استقالته والجيش يعود إلى ثكناته ويتولى يدفة البلاد مجموعة مؤلفة من مدنيين وتكنوقراط. إلى أي مدى تنجح ولا يتظل لنا مثالية يا دكتور؟ أنا أعتقد مع احترامي لصديقنا وشيخنا راشد الغنوشي، إلا أنه أعتقد هذه من اللغة الرغبية. يعني اللغة الرغبية. نعم. الوشفل ثينكينج الأمنية فيها. أمنية أيه. أكثر منها يعني. أيه. ليس من المعقول أن تأتي إلى رجل كالسيسي وتقول له خلي وخر أنت وتعال. هذا ملك. طبعا مثل ما قلت أنت. ولذلك أنا أقول أولها، أول خطوة هو الكف عن التأييد، عن هذا العون المادي. يعني هذا يعني هذه المليارات التي ألقتها دول التعاون على السيسي أولى بها شعوب دول مجلس التعاون، يعني التي تعاني من فقر في السكن وفي الإسكان وفي قلة المستشفيات وقلة المدارس، وكانت هذه المليارات أولى بها أن تشارك في تنمية شعوب دول التعاون. أما تسليمها لشرذمة عسكرية الله أعلم، ما شفنا أي تغيير، يعني ما شفنا أي تغيير في مصر لصالح الجمهور المصري.